لقينا ام ان يساوي الى 1.4 سنتيمتر. ثم نكمل حساب بي ام. دونك قلنا باش نحسبوا بي ام لازم نحسبوا ا بي. اولا ناخذ دائما الكسر الذي فيه معلومين نضعه يساوي الى الكسر الذي فيه مجهولين مجهول عفوا. دونك ا ام على ا بي، حنا نحوسوا قبل على ا بي. ا ان هو 3 على ا سي هو 9 يساوي ا ام هو 1.8 على ا بي. منه اذا ا بي يساوي الى 9 في 1.8 على 3، اذا ا بي يساوي الى 5.4 سنتيمتر. دونك لقينا ا بي هو 5.4 سنتيمتر، وهنا ا بي هاولي يساوي الى ا ام زائد بي ام. دونك نكملو هنا. دونك ا بي يساوي ا ام زائد بي ام، اللي نحوسو عليه هو بي ام. اذا بي ام يساوي الى ا بي ناقص ا ام. ثم نعوض، بي ام يساوي ا بي لقيناه هو 5.4 و ا ام هو 1.8، ونجد في الاخير ان بي ام يساوي 3.6 سنتيمتر. فوالا. الان نمر الى التمرين الثاني. اذا التمرين الثاني هذا هو، نقعد شويه باش تشوفوا، تقدروا ديروا بوز لا فيديو ثم ديروا الحل وتكملوا من بعد الحل. اذا التمرين الثاني لدينا اكس واي غريك، قيسا زاويتين حادتين و بي عدد نسبي، حيث لدينا بي تساوي 1.5 في 10 أس ناقص 3 في 0.26 في 10 أس 17 على 390 في 10 أس 11. السؤال الأول نبين أن كوسينوس أس 2 تاع إكس زائد سينوس 2 تاع إيغريك يساوي إلى بي. دونك هنا باش نبينو هذه، عندنا بي يساوي هذا العدد، هذا العبارة. دونك نحوسو على بي كم يساوي. بي يساوي، نعيد كتابة، 1.5 في 10 أس ناقص 3 في 0.26 في 10 أس 17 على 390 في 10 أس 11. دايما نحطو الأعداد في جهة، و الأسس في جهة أخرى. 1.5 في 0.26 على 390 في 10 أس ناقص 3 في 10 أس 17 على 10 أس 11. دونك بي يساوي هذا كامل يساوي الى 10 اس ناقص 3، يعني اصلا ندير لكم لي طاب هذه 390 في 10 اس ناقص 3 في 10 اس 17 هو 10 اس 14 على 10 اس 11. ما بي يساوي هذا هو 10 اس ناقص 3 في 10 أس 14 على 10 أس 11 هو 10 أس 3. نجمع الأسس يساوي إلى 10 أس 0، يعني يساوي إلى 1. دونك نبين بأن كوسينوس مربع تاع إكس زائد سينوس مربع تاع إيغريك يساوي إلى 1. هذه العلاقة قريتها جيدا في النسب المثلثية، وهذه العلاقة على بالكم بأنها تكون في مثلث قائم. لكن بالنسبة كاين خاصية بالنسبة كي تكون تساوي 1، كاين خاصية بالنسبة للزاويتين اللي رايحين نستنتجوه في السؤال الثاني. هنا لدينا سينوس تاع إيغريك وعندنا كوسينوس تاع إكس. نشوفو
نعوض كوسينوس مربع تاع اكس. كوسينوس اكس هو جذر 7 على 3، دونك هو جذر 7 على 3 اس 2 زائد سينوس مربع ايغريك هو جذر 2 على 3 اس 2. نشوفوا شحال يساوي. جذر 7 اس 2 هو 7، 3 اس 2 هو 9، زائد جذر 2 اس 2 هو 2، 3 اس 2 هو 9. عندهم نفس المقام، 7 زائد 2 9، دونك يساوي 9 على 9 ويساوي الى 1. هذه صحيحة. ماذا نستنتج؟ نستنتج من الى السؤال الثاني مباشرة، نستنتج ان x و y متقايستان، زاويتان متقايستان، باسكو هذه العلاقة دائما تكون في مثلث قائم تكون تساوي الى 1، فهو يكون متساوي الساقين. واش معناتها في مثلث قائم هكذا متساوي الساقين؟ معناتها هذه زاويتان متساويتان متقايستان، داكور، يعني هاتان زاويتان حادتين متقايستان. فوالا الان نمر الى التمرين الاخير. هذا هو التمرين الاخير. فوالا تقدروا ديروا بوز لا فيديو ومن بعد نكملوا. اذا بالنسبه للتمرين هذا، السؤال الاول قال لكم اثبت ان، دونك اثبات ان المستقيمين CD و FG متوازيان. فوالا دائما كيكون عندما يطرح عليكم سؤال مثل هذا بين بانهما متوازيان، عندكم يا اما تستعملون خاصيه صديبو الشكل المعطى، شوفوا نتوما المعطيات حسب المعطيات ديالكم، بصح نتوما تخمموا مباشره سواء الخاصيه هذيك تاع المستقيمين العموديان على نفس المستقيم متوازيان، او استعمال طالس العكسيه، او ايضا هناك ايضا المستقيم المنتصفين، نظريه تاع مستقيم المنتصفين. دونك هذو لي تخوا بروبوزيسيون دائما نتوما ديروهم في بالكم الاجوبه.